أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. توعد مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد في أول ظهور له عقب تفجير موكبه بملاحقة الجماعات الإرهابية. هذا وتعرض موكب اللواء السيد إلى تفجير إرهابي غادر نجا منه بأعجوبة وفق ما أكده مراسلنا في عدن، ووقوع 8 شهداء وعشرة جرحى في صفوف مرافقيه والمدنيين الذين كانوا بالقرب من موقع الانفجار. اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير أمنية عاجلة في المكان. أفاد مراسلنا أنه بعد الانفجار تم العثور على عبوة مفخخة بالقرب من جولة بدر مؤقتة للتفجير. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ أن فتح الطرق أمر مهم للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة. وأشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي أن الأخير التقى مع رئيس فريق المفاوضات للميليشيات الحوثية المدعو محمد عبد السلام في مسقط، وناقش سبل تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. أعلنت القوات الحكومية مقتل جنديين وجرح 4 آخرين في هجمات لميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية. هذا وأعلنت القوات الحكومية عن إحباط محاولتي تسلل لجموع تتبع للميليشيات الحوثية في جنوب مأرب وغرب حجة ضمن 86 خرقا للهدنة الأممية خلال 24 ساعة الماضية. أقدمت ميليشيات الحوثي على مداهمة منزل الناشط الإعلامي نشوان جناني في مديرية التحيت بالحديدة. وأفادت مصادر محلية أن عناصر حوثية بقيادة مشرف أمني اقتحمت منزل الناشط جناني واعتدت على أسرته ونهبت جميع محتوياته وكسرت الأبواب والنوافذ. أقامت اللجنة البرلمانية البريطانية المشتركة بخصوص اليمن الجنوبي ندوة تحت عنوان حل القضية الجنوبية مفتاح الحل لإنهاء الحرب في اليمن. أشارك في الجلسة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض مقدما فيها رؤية المجلس للحل السياسي الشامل، وناقشت الجلسة كيفية إحراز تقدم في قضية شعب الجنوب كجزء من العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. هذا الموجز إلى اللقاء.